بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على شهداؤنا الأبرار، السلام على الرموز المغيبون بالسجون، السلام على الأحرار الشرفاء، السلام عليكن يا حرائر ثورة مجيدة. المجزرة أو ما نطلق عليه بالخميس الدامي هي مجزرة ارتكبها هذا النظام السابق، هذا النظام المجرم، مجزرة ترتقي بكل المقاييس بما يسمى مجزرة. عندما سقط هؤلاء الشهداء في يوم الخميس الدامي وكأنما استيقظت البحرين عن بكرة أبيها، وخرج الشعب، خرج ليزف هؤلاء الشهداء، وكانت هنا نقطة التحول، ورسخ هذا اليوم في أذهان أبناء هذا الشعب، في أذهان الشرفاء من أبناء هذا الشعب. نحن المكافحون في هذا الوطن لن ولن ننسى هذا اليوم ما حيينا، وسيأتي من بعدنا أبناؤنا الصغار هؤلاء ليجددوا العهد لهذه الكوكبة من الشهداء. يطلق عليها مجزرة، لم يتم تتم شهادة أحد هؤلاء بسبب إغماء أو بسبب طلقة طائشة، ولكن هناك تعمد، وإلا كيف نطلق عليها مجزرة؟ هناك تهشيم للرؤوس، هناك تقطيع للأوصال، هناك وهناك، بكل ما ترتقي هذه الكلمة لنعبر عنها بمجزرة. نعم، نقف عند هذا الحدث بكل مكوناته. منذ انطلاقة الثورة خرج هؤلاء الشهداء ليرددوا شعارا واحد، وهو ما أطلقه الشهيد علي المؤمن: نفسي فداء وطني. فهم خرجوا من أجل الوطن، لم يخرجوا عبثا، خرجوا ليطالبوا بحرية، خرجوا ليطالبوا بتحول ديمقراطي في هذا البلد، خرجوا بسبب الضغوط التي مارسها علينا هذا النظام، خرجوا ليقولوا للنظام كلمة واحدة: نحن هنا وسوف يبدأ التحول. وبدأ التحول فعلا. عندما نقف عند هذا الحدث ماذا يعني لنا الآن؟ هذا الحدث الذي مر عليه 3 سنوات ماذا يعني لنا؟ يعني لنا بالدرجة الأولى بأن هذا الحدث هو نقطة انطلاق لكل ما تلا هذا الحدث. يعني لنا هذا الحدث بأننا لن ننسى ولن نتراجع لما سببه لنا من ألم هذا الحدث بتسميته مجزرة. يعني لنا أن نسير قدما حتى تتحقق كل مطالب هذا الشعب. يعني لنا بأن ثورتنا مستمرة ولن نتراجع أبدا. هذا ما يعني لنا. إذا كنتم تخللون هذه الكوكبة في هذا اليوم، يوم الخميس الدامي، فيجب أن يكون التخليل
تحديداً بعدم التراجع لا يجب أن يكون هو فقط للحضور وعرض للصور واستذكار لما حدث. الاستذكار يعلمني أن لا أتراجع، الاستذكار يعلمني كيف عشت خباثة هذا النظام، الاستذكار يعلمني أن لا أنسى كيف تهشم رأس الحج عيسى، وأن لا ننسى الشهيد أحمد فرحان. لا بأس ونحن في هذه البقعة وفي أرض الصمود، يعلمني الاستذكار كيف انشطرت رأس الشهيد أحمد فرحان. هذا هو الثبات، وأعتقد جازماً بأنكم جميعاً لديكم ثبات. حتى صغارنا تعلموا كلمة الصمود وكلمة الثبات، لم يتعلموها عبطاً أبداً، مروا بهذه المرارة من الألم، فتعلموا صغارنا كيف يستذكرون الشهيد علي المؤمن، كيف يستذكرون الشهيد محمود بوتاكي، كيف يستذكرون الشهيد علي خضير، وكيف يستذكرون الشهيد الحاج عيسى. استذكارهم لهذه الكوكبة من الشهداء هذا ما يعلمهم الانطلاق وعدم التراجع. نعم، يجب أن يكون هذا التحول في فكرنا. ماذا يعني لنا الشهيد؟ وماذا تعني لنا هذه الشهادة؟ وماذا تعني لنا هذه الكوكبة من الشهداء؟ تعني لنا الكثير، تعني لنا أن نكون وأن نسير على درب هؤلاء، أن نسير ونحن عاشقين للشهادة والشهيد، أن نسير ونحن مرفوعي الرأس بأننا أصبحنا عموداً لا ينكسر ولا يلين أبداً. أحيوا في ذاكرتكم دائماً كيف تم تصفية هذه الكوكبة، لا تنسوها أبداً، فكلما تذكرتم زاد عزمكم وزاد أصراركم. هكذا نحيي أرواح الشهداء، الشهداء هم اليوم حاضرون، لا يفارقوننا أبداً، هم موجودون معنا، وكأني بأرواحهم ترفرف حولنا لتعطينا الأمل بأن النصر لن يتحقق إلا بدمائهم. وتذكروهم حينما ننتصر، كل الثورات انتصرت بفضل شهدائها، ونحن نقول بأننا لن نتخلى عن شهدائنا. هذا هو دعبنا، لقد ولى زمن الجحر وجاء زمن الشجاعة وجاء زمن الرجال الشرفاء ليقولوا لهذا النظام بأننا بدأنا وعدنا من جديد، بل سنتجدد في كل مناسبة سقط فيها شهيد. هذا هو نحن نعلنها بكل صراحة بأننا شعب لا ينسى الشهداء أبدا، بل نستمد منهم كل الصمود لتتحقق كل المطالب، وأول هذه المطالب هو القصاص ممن ارتكب هذه المجزرة ومن تسبب في دهق أرواح الأبرياء. ما ذنبهم عندما خرجوا ملبين نداء الوطن ليناشدون الحرية حتى جزرهم هذا النظام، هذا النظام الغاشم، هذا النظام الذي لم يراعي حرمة لأحد. نعم، هم الشهداء، ونحن سنبقى على الطريق ما حيينا ولن نتنازل.
وسنردد دائما هيهات منا الدله، هيهات منا